المناسبات اللي كنشاهدوا الان اللي هي كتكون واحد المجموعه ديال الوحدات الامنيه وكذلك بعض التشكيلات اللي هي اول مره كتدخل في اطار هذه المنظومه الامنيه، كلها مدتنا بها المديريه العامه للامن الوطني باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نحميو المواطنين في الممتلكات ديالهم وفي الارواح ديالهم، وهي اضافه في اطار جويد الخدمات الامنيه، وهي على غرار باقي المناطق الامنيه هي عندها نفس الترتيبات وكذلك على ربوع في الارض ديال الوطن. ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا في المستوى ديال الحداثه، غنكونوا قراب من المواطنين، غنامنوا التنقلات ديالهم ونامنوا مختلف الفضاءات باش ان شاء الله الرحمن الرحيم تمر هذه السنه الجديده في احسن الظروف، ودخل الله تبارك وتعالى عليكم وعلى باقي المواطنين في احسن الظروف.